مرحبا بكم في القناة، متابعي قناة تدبير. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تدبيرتنا لينها اليوم لوبيا ماجد مع البطاطا مقلية. هاد اللوبيا ذوق بنا. نبدأ الوصفة. بسم الله، عندي هنا 2 كيلو لوبيا، نقيتها وقطعتها طرف طوال، نرشها بالملح ونديرها في كسكاس تفور. راح نطيبها نص طياب، من بعد نروح نوجدوا لها لاصوص. في طنجرة راح ندير شوية زيت من غير فسمن وراس تاع الثوم. راح نقلي الثوم على نار هادية، ما نخليهش يتحرق، نقليه مليح. وراح نضيف عليه حبة بصل مسكرفجة. البصل تاعنا نخليه يشبع تقلية. من بعد راح نضيف عليهم 2 حبات طماطم، رابيتهم حبات كانوا كبار. نحب نكتر لاصوص على خاطر درت 2 كيلو لوبيا. انا كل ما نطيب الفطور ندير فطور وعشاء، وفي العشية نضيف برك شوية شلاضة والحماس. دايما ندير فطور وعشاء باش نقص الوقفة في الكوزينة. هنا راح ندير التوابل، ملح وفلفل كحل، قزبر مرحي وكمون ومغرفة كركم. نقليهم مليح، نقصوا النار باش ما يتحرقوش التوابل كي نجيو نقليو. شوفوا هنا كيفاش جات لاصوص معسله. راح نضيف لها معدنوس مقطع رقيق، النص راح نديرو دوك النص راح نديرو من بعد. هاد لاصوص راح نضيف عليها اللوبيا. هاد اللوبيا طابت لي نص طياب، ونخليها تكمل طيابها في لاصوص. وراح نضيف عليها كاس ماء اللي كنت غليته. نغلق على الطنجرة ونخليها تطيب حوالي 15 دقيقة. من جهة راح نوجد البطاطا، قطعتها رقيق وراح نقليها. هاد اللوبيا باش ما تكسرليش ما حبيتش نخلطها بمغرفة، نرفد الطنجرة ونبدا نحرك فيها. اللوبيا راح نديرها في الوسط، وفي الأطراف راح ندير البطاطا مقلية. نحطها كامل ساير داير. كنت قادرة نحط البطاطا ونضيف عليها البيض. مشيت كامل اللوبيا للوسط والبطاطا مقلية حطيتها في الأطراف. هكا كي نشوفو البلا تاعنا نعرفو واش كاين فيه، اللوبيا والبطاطا مقلية. في الطبسي درت 4 حبات بيض وقرصة ملح، شوية معدنوس مقطع رقيق، وراح ندير لها مبشور الجبن. نخلط البيض تاعنا، راح نفرغ غير في الوسط. نغلق على الطنجرة نخليها 2 دقائق. قيس ما يطيب البيض. الوصفة تاعنا راهي واجدة، وهذا هو الشكل تاعها بعد ما طابت. الألوان تاعها بزاف يشهو، البيض والبطاطا مقلية، المعدنوس واللوبيا. هاد الألوان عطاو منظر شباب للطبق. هاد اللوبيا تجي ناشفة ما تجيش فيها المرقة، وإن شاء الله تكون هاد الطريقة نالت إعجابكم. صدقوني هاد الوصفة جات بزاف بنينة، جربوها ورجعوا لي الخبر في التعليقات. نتلاقاو في تدبيرة واحدة أخرى. سلام.